أبو رضا، يعني الكلمة اللي أنت قلتها في يوم الانتخابات والرقي والتسامح والتصالح مع الناس لا تنسى. أشتغل هالشغلة من سنين ويوميا، يعني مو بس مرة بالأسبوع، لا يوميا من سنوات طويلة في روتانا ومن قبل روتانا. ما مر علي أحد بتسامح أحمد عيد، يعني ممكن في حلقة هنا تقوم الدنيا وتقعد على راسه، تكلم ثاني يوم يرد بكل أريحية وبكل احترام وبكل تقدير. أنت تجربة استثنائية ورجل استثنائي كشخص رياضي عاصر كرة القدم بكل تفاصيلها، وعاصر كرة القدم من البدايات وحتى الإنجازات لين قدت أنت اتحاد القدم. ولما طلعت رغم كل الانتقادات اللي وجهت لك كنت متسامح مع الجميع، وتركت المنتخبين المهمين اللي عندك في أماكن قبل سنتين وثلاث سنوات أو حتى أربع سنوات ما كنا نتوقع أنه ممكن يكون فيها. فشكرا أبو رضا، هذا بس كلام الناس كانت ترسلي ليش ما تكلمون عن أحمد عيد، يعني يعلم الله أنه هذا الكلام اللي انكتب هو كلام يعبر عن كل فريق كوره.